بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة تحت عنوان كن سعيدا. نعيش هذا اللقاء، ربما البعض يقول يعني في ظل كورونا، في ظل البرودة، في ظل الظروف التي يمر بها الإنسان كيف يعيش سعيدا؟ الحقيقة أن أهل العلم نتعلم منهم أن الإنسان لابد أن يكون متفائلا حتى يرى السعادة، حتى وإن كان الإنسان ينزف دما لابد الإنسان أن يكون من داخله أنه بإمكانه هو أن يسعد نفسه. إزاي الكلام ده؟ قال بعض العلم، أهل العلم، السعادة في فكرك. أنت بتفكر إزاي؟ في حاجات بتضايقك، في حاجات بتسبب لك قلق، ولا بتفكر في التفاؤل وإن النهاردة أفضل من أمس وبكرة أفضل من النهاردة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا تفاءلوا بالخير تجدوه. أغمض عينيك ثم فكر، ما تفكر فيه سيحدث لك. عشان كده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعلمنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عايز تعيش سعيد في ظل كورونا، خد بالأسباب، ابتعد عن الزحام، استخدم الماسك، حاول الإنسان يغسل يديه كل فترة. الإنسان وهو ماشي هتلاقي الشارع كله مختلف، يا ترى اللقاح جيد مفيد له فعلا تأثير ولا الكلام ده فيش منه تأثير خالص؟ وهتلاقي طول ما الإنسان بصحته وماشي بيناقش، ده يقول ممكن يستخدم والتاني يقول لك لا مستحيل. وبننسى ان المريض، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي كل مريض وان يعافي كل مبتلى وان يرفع الهم عن كل مهموم وان يرفع الحزن عن كل حزين. الانسان اصلا لما بيمر بظروف معينه ما فيش قدامه خيار. اي انسان يصاب بكورونا هيجرب المصل ده، هو هيتمناه وهيطلبه. فرق لما تتكلم وانت قاعد في الهوى وقاعد بصحتك وبعيد عن القلق وبعيد عن المرض وبعيد عن الالم فانت بتتكلم، انما لما الانسان يتحط تحت ظروف معينه وضغط معين مفيش قدامه خيار. ده احنا حتى عندنا من امثلتنا الجميله المثل المصري اللي كلنا نعرفه، الغريق يتعلق بقشايه. لو انسان بيسبح في الطبيعه ليه قشايه عمره يتعلق بيها؟ ما فيش منها فايده اصلا، انما لما بيكون هيغرق هيمسك فيها. فبلاش نتكلم على السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل وكلنا كل منا يجعل من نفسه طبيبا بل مخترعا بل أدرى ممن صنعوا هذا الأمر. خلي الأمور الأولية، الدولة شغالة، المسؤولين شغالين بيحاولوا. ويمكن أمس في بعض الأطباء العرب المقيمين في أمريكا وهم ما يعرفوش إن مصر أخذت اللقاح الصيني، وأنا سمعت هذا الكلام بنفسي أمس، بيقولوا إن من وجهة نظر الأطباء المتخصصين إن اللقاح الصيني أفضل من اللقاح الروسي الفرنسي الأمريكي. ممكن واحد يقول لك إيه، ما هو اللي حضر العفريت يصرفه. لا، مش من المنطلق ده. المنطلق اللي بيقول إن اللقاح الصيني عنده مضاد لأكثر من حاجة في فيروس كورونا أو بعض الفيروسات، إنما اللقاح الروسي الفرنسي الأمريكي بيستخدم لنوع واحد. مع العلم ان كورونا بتحاول تطور من نفسها او الفيروس بيطور من نفسه. وافضل ما سمعت من امس من بعض الاطباء المتخصصين بيقول لك ان كورونا مش عايز الانسان يموت، لان بموت الانسان يموت الفيروس، الفيروس عايز يعيش فبيحاول يتحور وبيحاول يتأقلم هو كمان على جسم الانسان ويعيش معاه. فكن سعيدا ان الانسان، عشان تعرف بس الخوف اللي عندك والقلق اللي عندك من المرض هو نفسه مرض، انت بتبدأ المرض قبل ما بيكون عندك مرض. كن سعيدا ان تقول لنفسك وتطمن نفسك كده، انا هاخد بالأسباب، اتوضى، اغسل ايدي، ابعد عن الزحام، استخدم كل امور اوصى بها الاطباء احترازيا، وبعد كده اقول لنفسي ربنا اللي رايده هيكون. هتستريح قوي قوي.
هتكون سعيد قوي قوي لما تعرف ان مش انت الفيروس ده عشانك انت بس، ياما ناس كبيره في السن ولم تصب بهذا الفيروس، واكثر من شخص نعرفه كبير واصيب حتى بالفيروس ونجا منه، وياما شباب صغار واقوياء ولم يصابوا بالفيروس وماتوا، وايضا شباب كتير اصيبوا بالفيروس وماتوا. عشان كده الموت بحد ذاته الفيروس ما هو الا سبب، انما الاعمار حددها الله. يبقى حاجتين عشان اكون عايش سعيد، انا هقول لنفسي ربنا حدد لي رزقي، مفيش انسان هيقدر يمنع الرزق عني مهما كان، ومفيش انسان برضه هيقدر ينفعني الا بإرادة ربنا. وعندنا بدل الدليل كثير من الادله، النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اكيد برضه في حاجات حلوه بتحصل، والدوله في معظم وزاراتها ومؤسساتها تقوم بعمل اجراءات احترازيه. ويمكن الجميل النهارده في محافظه الغربيه هنسمع من الدكتوره مياده الحناوي، الدكتوره مياده الحو، مراسله برنامج مع القاده في محافظه الغربيه. دكتوره مياده السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. دكتوره، ما هو لديك من جديد في محافظه الغربيه اليوم؟ نعم، لدينا اليوم خبر هام، محافظة الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي يشهدان التدريب العملي صقر 73 لمواجهة الأزمات والكوارث. تمام. شهد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وسيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري صباح اليوم فعاليات التدريب العملي صقر 73 لمواجهة الأزمات والكوارث. تمام. وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وذلك بقاعد إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة. تمام. بدأ اليوم بتلاوة آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة انحداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وعرضت المحافظة حكما وثائقيا عن إنجازات محافظة الغربية على مدار العام السابق. تمام. تلاه كلمة للدكتور طارق رحمي التي بدأها بتحية الجميع الحاضرين، موضحا أن التدريب العملي صقر 73 يأتي في إطار حرص المحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري على الاستعداد التام لمواجهة أي أزمات محتملة، وذلك إيمانا بأن التخطيط السليم هو أساس نجاح أي منظومة. دكتورة مياد، يمكن انقطع الاتصال. ده كان خبر الدكتورة ميادة الحو مراسلة برنامج مع القادة محافظة الغربية. ويمكن كل المحافظات تقريبا تبدأ بتوعية وإرشاد لكل المواطنين. الموضوع بجد أصبح الفيروس عنيف، والموضوع بجد مخيف، الإصابات تحتد والموجة الثانية تشتد مع وجود البرد. بكرة بإذن الله أول أيام الشتاء، الفيروس ينمو في البرودة، كيف أعيش سعيدا والبرد شديد والفيروس ينتشر؟ زي ما قلت أنا باخد بالأسباب، ويمكن أي إنسان ياخد بأسباب شيء من حكمة ربنا سبحانه وتعالى لابد وأن يصل إلى هدفه. أنت بتلاقي إنسان حتى غير مسلم ويذاكر ويتعب ويبحث، الله سبحانه وتعالى يوفقه طالما خد بالأسباب. في حاجة أن أنا خدت بسبب هصل للهدف مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى، الحكمة يعلم الله سبحانه وتعالى. والصحابة لما جم من اليمن وبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معه ناقة، يا رسول الله أربطها أم أتوكل على الله؟ يعني أتوكل بقى على ربنا نقعد بقى في البيت كده المرض مش هيصيبنا، يا عمي إن إحنا مصريين، يا عمي إن إحنا جامدين قوي، صحتنا حلوة قوي. لا، ليس هذا الحقيقة. لازم إن أنا أخد بأسبابي
فر من المجزوم كما تفر من الأسد. وحد بيفر من قدر ربنا؟ لا، بس أنا باخد الحذر. أنا قلت البداية الأجل والرزق انتهينا منهم، ربنا حدد لي عمري وقسم لي رزقي، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقك. كافي أو أني خليني سعيد مهما جرى من حولك. طب ما هو يا جماعة هو نفس الشيء، ملك الموت إيه اللي بيحصل؟ ما هو موجود ملك الموت يلف كده في البلد يسيبنا كده ويجي يختار واحد معين من البلد، مش ده اللي بيحصل؟ طب بكرة إيه اللي هيحصل؟ نفس اللفة هيلفها برضو، بس هيسيب الناس كلها ويجي لنا إحنا. بقول مع وجود البرودة الشديدة وهيئة الأرصاد حاليا بياناتها غير الأول علميا مدروسة، فلما نسمع أهل التخصص يجب أن نسمعهم الفترة دي عشان نستفيد منهم. وأكيد لما نحب نتكلم عن الأرصاد ونروح لأهل التخصص زي ما اعتدنا وتعودنا في برنامجنا مع القادة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الرئيسي بهيئة الأرصاد الجوية. أستاذ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب بداية، وحضرتك بألف خير. إن شاء الله بكرة بداية فصل الشتاء، ما هي نصائح حضرتك للشعب المصري حتى نأخذ بالأسباب وننجو إن شاء الله من الأزمات ومن البرودة الشديدة؟ طبعا في البداية كل عام وحضرتك بخير وكل الشعب المصري بألف خير. وانت بصحة وسلامة. يبدأ بكرة 21 ديسمبر بداية فصل الشتاء جغرافيا، وبيستمر معانا 3 شهور، بينتهي 21 مارس. علينا وعليكم خير بإذن الله. أجواء إن شاء الله متقلبة في فصل الخريف، مفيش كلام، فصل الشتاء مفيش كلام، ولكن حتى الآن ما زالت الأجواء مستقرة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية. وبداية للشتاء بداية مستقرة بشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، سواء على الطرق الزراعية أو الطرق القريبة من المسطحات المائية داخل ومخارج القاهرة، تمام، محافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية وشمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد. كل هذه الأماكن معنية بالشبورة التي تكون كثيفة على بعض المناطق منها، خاصة بعد الفجر، وتستمر معنا لغاية الساعة 7-8 صباحا. طبعا رجاء من السادة المستمعين والمشاهدين القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة. أيضا عابري المشاه واللي بيعبروا الطرق السريعة يفضل العبور من أماكن المخصصة لعبور المشاه، ما نستسهلش طبعا ونعدي الطريق السريع من على الأرض، لا، يفضل طبعا من الأماكن المخصصة لذلك. لو في كباري علوية يفضل طبعا طلوع الكوبري أفضل من السير على الأقدام عبر الطريق. أستاذ محمود، لو حبينا ندي مثلا للمواطن روجيتا سريعة للوقاية من نزلات البرد المتوقعة في هذا الجو، ماذا نقول له؟ هو طبعا ما ينفعش نخفف الملابس خالص خلال الفترة القادمة، سواء في فترات النهار أو في فترات الليل. ارتداء الملابس الشتوية بقت سمة أساسية خلال الفترة القادمة، تمام. يعني بقدر الإمكان لو احنا مدفئين شقتنا بأي طريقة في كانت، ما ينفعش نخرج الصبح بدري على الطريق على طول إلا لو بدأنا نستشعر قبل ما ننزل طبيعة الهواء اللي موجود بره، سواء بنفتح شبابيك أو بنفتح بلكونة أو بنشرب مية قبل ما ننزل، بقدر الإمكان ما نتعرضش من هواء ساخن لهواء بارد بشكل مفاجئ مرة واحدة. تمام. يعني هل بإمكان مثلا قبل ما يخرج من بيته يشرب شط مية أو يفتح شباك أو كده؟ طبعا أنا بقول لحضرتك دي حاجات مهمة جدا قبل النزول من البيت، لأن طبعا الجو بيبقى دافي فترات الليل، ال7-8 ساعات اللي احنا مقفلين فيهم دول بشكل كبير بيعملوا تدفئة للحال للهواء اللي موجود جوه المنزل. الأستاذ محمود شاهين مدير مركز التحاليل الرئيسي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا لحضرتك. أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، أي إنسان مننا في بيت وعنده حيطان وعنده سقف ويبات في وسط أولاده يحمد ربنا، أنت سعيد بجد. في نفس التوقيت ربما أطفال، ربما ناس كبار سن، ربما امرأة عجوز لا تجد ما أنت فيه، ربما عندهاش بيت، بيت ما فيهوش سقف، في نزول المطر بيبقى بجد عايشين في المية. كن سعيدا باسمك، بعائلتك، بوضعك،
السعادة في أفكارك، السعادة في ضميرك، السعادة في مساعدة الآخرين، السعادة أن يكون عندك يقين أن بكرة أفضل، السعادة أنك تأخذ بالأسباب، السعادة أن تفكر فيما يسعدك، السعادة أن تبعد عن نفسك الأذى. طب إزاي أبعد الأذى؟ في أفكار لو أنت حبيت تأذي الناس، مثلا تعودت أن تحسد الناس، تعودت أن تحقد على الناس، تعودت أن تتسبب في أذى الناس. الجميل هذه أمراض كلها نار، أول ما تحرق تحرق صاحبها، تحرق صاحبها. أي إنسان يتسبب في أذى أحد لابد وأن يشرب من نفس الكأس. إحنا بنسمع كتير أسعد الناس من يسعد الناس. اللي يسعد حد، عايز تحس بجد بالسعادة، خليك كده على يقين إنه بكرة، لا النهاردة، دلوقتي لو استطعت إنك هتساعد أي حد. ابعت رسالة كده لواحد أنت كنت قاسي عليه، تعاملت معاه معاملة صعبة، ضايقته منك، ومش هقول اعتذر، يعني حاول تكسب وده. أول ما تبعت له رسالة صدقني هتغير كتير. التغيير سنة الحياة. إذا كان اليوم نهاية فصل وغدا بداية فصل الشتاء، 21 ديسمبر حتى 21 مارس، التغير هتلاقي في هذا التغير سبحان من يغير ولا يتغير. هنمر غدا إن شاء الله بأقصر نهار وأطول ليل، ظاهرة يتحدث معنا على الهواء مباشرة في هذا الأمر أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد غريب، أستاذ باحث متفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. سلام عليك يا دكتور. ألو دكتور محمد غريب، يا ريت الشباب كنترول يتواصل مع الدكتور محمد غريب. زي ما بقول لحضراتكم انه بكره هيكون اقصر نهار وهيكون اطول ليل، بعد كده يبدا النهار يزداد والليل يقصر. لو انسان جاب كده عمود حديد او حاجه خشب كده وبدا مثلا، افترض ان عرضها مترين، وكل يوم معاه منشار يقطع جزء صغير جدا جدا من على اليمين، وفي نفس اليوم يقطع جزء صغير جدا جدا من على اليسار، تتخيل لو كل يوم بيقطع ايه اللي هيحصل؟ اكيد العمود الخشب ده هينتهي في يوم من الايام. هي كده برضو اعمارنا يا جماعه. عمرك كام دلوقتي حاليا؟ 20 30 40؟ اطول ليل، أقصر نهار وأطول ليل. معنا على الهواء مباشرة دكتور محمد غريب، أستاذ وباحث متفرغ بالمعهد القومي للبحوث. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. معالي الدكتور، غدا إن شاء الله أقصر نهار وأطول ليل في السنة. هذه الظاهرة بما نفسرها، أو كيف، أو ماذا نقول للناس عن هذه الظاهرة؟ هل هي سنوية في نفس الموعد؟ في نفس ما حوالين 21 ديسمبر، يعني ممكن تكون يوم 22 ديسمبر أو 23 ديسمبر. 21 أو 22 أو 23 أو 23 أيوه ديسمبر. ما هو السبب؟ الوضع الأول إن الشمس بتدور في مدار ظاهري بنسميه دائرة البروق. تمام. فدائره البروج دي بتميل على دائره الاستواء الشمسي، الاستواء السماوي، بزاويه قدرها 23.5. 23.5. وبرده الارض بتدور حول محور الارض، حول محورها، وبزاويه مايله
برضه بتاعت بنفس الزاويه 23 ونص على العمودي على خط الاستواء. سبحان الله. نتيجه لهذا الميل بتحدث الفصول الاربعه اللي هو احنا فصل الشتاء اللي ذروته هتكون بكره، الذروه بتاعته مش بدايته، ذروته هتكون بكره، بيكون في ان الشمس تبقى عموديه على مدار الجدي تمام عند خط عرض 23 ونص جنوبا. في الحاله دي اشعه الشمس بتبقى اكتر ميل بالنسبه للعمود على سطح الارض في نصف الكره الشمالي تمام، وبتبقى درجه الحراره منخفضه، الكلام ده في نصف الكره الشمالي، والليل بيطول والنهار بيقصر اللي هو عندنا في مصر في نصف الكره الشمالي، نص الكره شمال خط الاستواء جزء مصر جزء من هذا المكان من الكره الشماليه تمام. نص الكره الشمالي تمام، ونص الكره الجنوبي بقى بيبقى فيه العكس اشد حراره، بيبقى الصيف بقى يبقى اشعه الشمس اقرب للعمودي، الفصل صيف، درجه الحراره بتبقى مرتفعه، النهار اطول من الليل، يعني هيكون عندنا اقصر نهار عنده اطول نهار، عندنا اطول ليله هيكون عنده اقصر ليل. ايوه بيبقى العكس. سبحان الله. دكتور محمد غريب استاذ باحث متفرغ بالمعهد القومي للبحوث، شكرا لحضرتك. الشمس والقمر وحسبان، سبحان الله يا جماعه، كل شيء مسخر، يعني حكمه ربنا واراده ربنا سبحانه وتعالى تجعل الانسان كده يفكر، يعني ما فيش يوم الشمس كده تعبت وقالت انا مش طالعه بكره، ولا الارض. ربنا خلق كل الخلق، كل المخلوقات عشان تخدم على الانسان، وربنا سبحانه وتعالى تكفل بارزاقنا، والغريب ان احنا الرزق ربنا ضمنهولنا واحنا قلقانين عليه، والجنه ربنا ما ضم يعني نعمل نروح الجنه، اللي ما يعملش في حاجه تاني، يعني الرزق مضمون بالنسبه لنا 100%، انما بالنسبه للجنه مش مضمونه لينا، وننسى الجنه خالص وخايفين على لقمه العيش، عارف ان مش هموت ناقص عمر وقلقان على عمري. الرعب والخوف اللي جوانا ده يا جماعه بسبب ان قلوبنا ما عندهاش يقين على الله، او بمعنى تاني كمان ان احنا اصبحنا بالوحاشه بمكان كبير جدا، وكل اناء لابد ان يذق ما فيه، طباخ السم بيدوقه. معنا الاستاذ عبد الناصر من محافظه الفيوم. السلام عليكم استاذ عبد الناصر. السلام عليكم استاذ عبد الناصر. السلام عليكم. يمكن انقطع الاتصال. فبقول يعني الانسان مننا اذا جواه خير وجواه للبشريه كلها خير اكيد هو يزق الخير ده، انما الحاقد والحاسد واللي بيحاول يؤذي الناس اكيد هياكل من ويشرب من نفس الكاس. هي العمليه ازاي يا جماعه؟ انت هتصدر للناس ايه؟ هيرجع لك نفس الشيء. هتدي للناس طيبه وادب واحترام هتلاقي الادب والاحترام. يمكن برضو من الامثله عندنا اللي بيحترم بيحترم نفسه. والانسان كلما كان معطاء تلاقي مكانته عند الناس. في فرق يا جماعه ان انا اكون متدين، التدين ده لاي حد. صلي صوم حج ده ليك انت. المجتمع ماذا استفاد المجتمع منك؟ المجتمع عايز اخلاق حلوه. المجتمع عايز لما تلاقي حد محتاج مساعده تساعده. المجتمع لما تلاقي شائعه لا ما تكونش انت سبب في تداولها. اهدى شويه. خليك ستير. لان اوعى تفكر انت لما بتتكلم على الناس ان انت اكبر من كده. لا يا جماعه، ده احنا مرينا بظروف وشفنا مسؤولين كبار قوي كانت كلمتهم مسموعه في يوم وليله، انسان عادي اقل من عادي كمان، الظروف بدون تفصيل كلنا عارفينها. كان في حاكم قديما يسمى بخالد، وهذه القبيله ابنه كان مدلل، ابن الحاكم واخد وضعه وزياده شويه. تدور الايام والولد يجد نفسه مع ابيه في السجن. الولد يسال ابيه
معانا عم عبد الناصر مره ثانيه على الهواء. السلام عليكم حاج عبد الناصر. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ عبد الناصر. يا فندم حضرتك انا من عزبه الاصفر تبع مركز ثانيه اصفر سلام. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا فندم. وعندنا احنا عندنا ثلاث حالات وفاهم من فيروس كورونا. ثلاث حالات؟ ثلاث حالات. نعم. وحوالي 8 او 9 او 10 مصابين. عم عبد الناصر ممكن تبعد عن التلفزيون شويه وعلي صوتك شويه لو سمحت. ماشي يا فندم ماشي يا فندم. اتفضل حضرتك. بقول لحضرتك عندنا ثلاث حالات وفاه كورونا في اسبوع واحد. لا اله الا الله. وما فيش مسؤول ولا حد جالنا خالص. تمام. وعندنا حالات كثيره جدا مصابه وعمل التحليل وطلع تحليل ايجابي. عزبة الأصفر مركز طمية؟ عزبة الأصفر قصر أسوان مركز طمية. طب في حد تواصل مع وزارة الصحة من عندكم؟ لا ما احنا أنا تواصلت مع الإدارة الطمية الصحية. تواصلت مع إدارة الطمية الصحية؟ قالوا لك إيه ولا ما مش حضرتك اللي تواصلت معاهم؟ تواصلت معاهم أكتر من مرة ما حدش جالنا. طيب عامة حاج عبد الناصر ان شاء الله يكون في تواصل مع الدكتورة أميمة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم وننقل لها هذه الشكوى وان شاء الله ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى ان شاء الله. زي ما بنقول يا جماعة يعني خالد يسأل أبيه يا أبتاه هما في السجن بقى أبعد العز ذل وبعد الحرية سجن؟ كنا عايشين حلو قوي زي الفل. الأب يقول لابني خالد إنها دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. عايز تكون سعيد تظلمش حد. اوعى المنصب أو الكرسي أو المجاملة تخليك تظلم واحد على حساب واحد. لا يا جماعة الظلم ظلمات مش في الآخرة بس في الدنيا. ما تخليك كده حمامة سلام. خد على نفسك عهد انك انت مش هتأذي اي انسان حتى من اذاك. هي المعامله عندنا في الدين قال لك بالمثل لكن وان تعفوا وتصفحوا افضل. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض وان يصفح حتى عمن اساء اليه. سيدنا يوسف شو اخواته عملوا في ايه؟ كانت النتيجه ايه بقى؟ سيدنا يوسف عليه السلام وهو شاب عرف بالإحسان دخل السجن ما تغيرش. مش عشان ظلمت حتى تتغير وتقسو ويقسو قلبك، لا حتى هو في السجن يقولوا ايه؟ إن نراك من المحسنين. يطلع من السجن ويبقى عزيز مصر ملك، مش ملك في أي دولة، وزير مالية مش في أي دولة، ده في مصر اللي هي الطعام وشرب للدنيا كلها. ويجوا اخواته وما يعرفوش يقولوا ان نراك من المحسنين. يعني قبل ما يدخل السجن محسن، وهو في السجن محسن، بعد ما خرج من السجن محسن. طب لما اخواته ظلموه وعملوا كل ده وبعدين اكتشفوا ان هو ده يوسف بيعتذروا له ويتاسفوا له، كان ممكن يقول لهم لا انتوا فاكرين اللي حصل منكم واللي حصل منكم، قالوا كتير وعملوا كتير، لكن اختصر الامر لا تسريب عليكم اليوم، خلاص انسى الموضوع العد ده. معنا دكتور عماد حسن مدير الطب الوقائي بمحافظه الفيوم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور رمضان اخبار حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله في نعمه الحمد لله. معالي الدكتور انا بس عايز من حضرتك تكلمنا كده عن خطوره الموجه الثانيه من فيروس كورونا وكيف نتعامل معها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا والموجه الثانيه ابتدت في حدود 3 4 اسابيع الماضيين دول. تمام. الموجه الثانيه بتختلف عن الموجه الاولانيه ان هي سرعه الانتشار بتاعتها اكتر. تمام. ولكن الشده بتاعتها اقل، يعني شدة المرض نفسه الانتشار اكتر يعني والخطوره اقل بمشيئه الله تعالى يا رب. تمام تمام.
وده طبعا برضو بيبقى فيه عده امور، ان الحمد لله رب العالمين اصبحنا مدربين واخدين استعداد افضل من مما كنا عليه في الموجه الاولى. القطاع العلاجي الحمد لله افضل، عدد المجهزه افضل، الطاقم الطبي مدرب، الدورات التدريبيه كلها عن طريق فيديو كونفرنس او الويبينار على قدم وساق، الجهاز الوقائي كله او القطاع الوقائي كله اصبح مدرب. فممكن شده يعني قله الشده دي ناتجه عن ان احنا اصبحنا برضو مدربين على الامر يعني. ويمكن نفسيا يا دكتور برضو اللي كان يصاب بفيروس كورونا كان بيصلي 4 تكبيرات على نفسه، دلوقتي خلاص عرفنا ده بيشفى منها وده بيبقى افضل. دي جزئيه بس برضو في نفس الوقت كان في الموجه الاولانيه كان في عدد الوفيات اكتر او كان ده، لا الحمد لله عدد الوفيات اقل والوعي المجتمعي برضو اكيد برضو افضل يعني. اكيد. طب دكتور لو حبينا نقول اجراءات احترازيه للمواطنين نقول لهم ايه؟ نقول لهم نمره 1 و2 و3 و4 و5، غسيل الايدين. غسيل الايدين. غسيل الايدين، الفيروس عباره عن طبقتين، طبقه البروتين وفي طبقه دهون من الخارج. تمام. غسيل الايدين باستمرار ولمده نص دقيقه على الاقل، تمام؟ كافي مشيئة الله ان هو يفك طبقه الدهون اللي على الفيروس من بره، زي نفس الشيء زي استخدام الكحول. هل يا دكتور يفضل مثلا مع غسيل الايدين ويغسل وشه مثلا؟ ما فيش مشكله، بس انا بتكلم الايدين هي اكتر حاجه اللي ايه في التعامل، حضرتك بتمسك الاسطح، بتركب في عربيه، على المنطاده، على مكتب. تمام تمام تمام. فطبعا الايد هي الاكثر عرضه يعني. طب معالي الدكتور معلش انا عايز انتهز وجود حضرتك معي، وكان معانا اتصال تليفوني من لحظات الحاج عبد الناصر من عزبه الاصفر قصر رشوان مركز طميه، وبيتكلم ان في 3 وفيات عندهم كورونا في العزبه والمرض منتشر ومش عارف يتواصل مع اي حد في وزاره الصحه، او بمعنى اصح تواصل ومحدش رد عليه. الاستاذ محمود الشريف تواصل معايا من حوالي اسبوع، والسيده وكيله الوزاره، وانا تواصلت مع السيده الدكتوره نشوى رحيم مديره اداره الطميه. تمام. وبالفعل توجهت فورا وراح الناس علشان يقوموا موضوع التطهير ورفضوا. تمام. والراجل قال ان تسببوا لنا فضيحه وبحثت ليه، خلاص بعته وخلاص، هي كانت استغاثه وخلاص على كده. تمام. لكن احنا قايمين بالدور الوقائي والتثقيفي واجراءات العزل المنزلي ووصول العلاج للحالات الايجابيه. طب معلش معلش يا دكتور معلش تحملني بس شويه بعد اذن حضرتك، مين اللي رفض يا دكتور؟ يا بيه انا بلغيت من الدكتور نشوى الرحيم انها تواصلت مع صاحب الاستغاثه. تمام تمام. اللي جت لي عن طريق الاستاذ محمود الشريف. تمام. وودت الناس عشان تطهر البيت، والراجل رفض. اه يعني مش عايز حد يعرف ان عنده كورونا مثلا، شايفها ان تقريبا كان اسمه محمد، تقريبا كان اسمه محمد عبد الكريم. لا يا دكتور بدون اسماء لو سمحت، بدون ذكر اسماء. حضرتك اسمه ايه؟ استخدام السوشيال ميديا والكلام ده كله، فيعني كده يعني. لا معلش يا دكتور انا عايز بس نقول ايه، قله ثقافه عندنا، اهلنا نتحملهم. انا عايز دور يا بيع على راسنا من فوق. نعم على راسنا من فوق. والله يا دكتور انا اتمنى من المجتمع المدني ككل، كجمعيه خيريه، كحزب، كمنظمه، الكل يشترك وينزل توعيه وتطهير في هذه الفتره بالذات. احنا محتاجين الكلام ده، محتاجين يبقى عندنا وعي، محتاجين يبقى عندنا من النظافه، نبقى موسوسين. هو الموضوع باستمرار، موضوع يا دكتور الكمامه، اتباعد. تمام. المواصلات بلاش المواصلات دي اللي هو المفروض يركبوا عربيات الصندوق، بيركبوا 14 و15. وبلاش العزا يا دكتور الزحمه اللي فيها، وبلاش الافراح الموت اللي فيها. يا بنت توجهت الفرح انا وابني من حوالي شهر، كنت انا وابني بس اللي لابسين كمامات، نزلنا فورا. وهتلاقي الناس هناك يبصوا لبعض ويضحكوا. يا بيه الاحضان والقبلات والراس واللي 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 واللي. ما زال الاحتفالات بنتاج الانتخابات والتجهيز والمهرجانات والكلام ده كله. يا جماعه لازم بقى نعيش باسلوب حضاري عن كده. لازم لازم التوعيه. والتوعيه يا جماعه لازم نخف الحمل على دولتنا. وعلى الاطباء، الاطباء دول تحت ضغط رهيب. يا بيه القياده السياسيه لن تألو اي جهد.
نساعدها بقى. تمام تمام يا دكتور. المستشفيات اصبح مجهزه اكتر، فما تحملش عليا اكتر من كده على القطاع العلاجي او القائي او الكلام ده كله. التزم بيتك، التزم بالتباعد، بلاش التجمعات، بلاش العزايم، اكيد بلاش المتاجر اللي بتفتح دي والناس لحم على بعضها. لا. وبلاش الفهلوه، سيبها على الله، ربنا ما قالش كده، ربنا قال خد بالاسباب. تمام، ده اللي بنتكلم، يكون سعيدا، خد بالاسباب وتعايش بالزبط. مع كورونا وان شاء الله ربنا ينجيك. الله يبارك فيك. معالي دلوقتي بريطانيا بتعلن عن السلاله الجديده، تعلن يا السلاله الثالثه، الموجه الثالثه، الموجه الثالثه. وبلجيكا وهولندا والمانيا قطعوا التواصل بالطيران معاها. يا جماعه الموضوع مش صح، بس الموضوع صحه واقتصاد. انا ارى ان الموضوع امن قومي حاليا، عالميه، شبكه طرق عالميه ومشاريع، فعايزين ننهض بقى، عايزين ننهض فنساعد بلدنا ان شاء الله. الدكتور عماد حسن مدير الطب الوقائي محافظه فيوم، شكرا لحضرتك. فعلا يا جماعه الموضوع بقى بجد، محتاجين دكتور عماد نقف مع بلدنا. ازمه كورونا الاولى تعلمنا منها حاجات، بس احنا بننسى. شفنا كم الوفيات، كم عزيز، كم حبيب، كم جار، كم صديق فقدنا في المرحله الاولى. الموجه الثانيه يمكن عشان خدنا شويه واخدنا بالاسباب شويه، فربنا سبحانه وتعالى رغم الانتشار السريع ليها ان الوفيات اقل. خد بالاسباب وتوكل على مسبب الاسباب. كن سعيدا بالظروف اللي انت فيها حتى وان كنت تقطر دما. الله سبحانه وتعالى قادر ان هو، يا جماعه والله لو الموضوع ماشي عندنا، لولا ستر الله وفضل الله علينا في الافراح اللي بنشوفها وفي اي عزاء احنا بنشوفه، حتى في ماتشات الكوره اللي عندنا، حتى في المدرسه، انا اعرف مدارس خاصه يا جماعه فيها 29 و27 طالب في فصل متر في متر. وايه بقى؟ وبيروحوا المدرسه من يوم السبت ليوم الخميس، ليه كده يعني؟ عشان ايه؟ واسم المدرسه معروف وممكن لاي حد عايز يعرف اقول له اسم المدرسه. ليه كده؟ شوف الطابور، شوف الزحمه في المدارس، شوف الزحمه في المواصلات، شوف الزحمه على القهاوي. لا، احنا محتاجين بجد حد يدينا توعيه. واي انسان يا جماعه يلبس الكمامه، زي ما الدكتور بيقول في فرح هو وابنه، بس هما الاثنين اللي لابسين كمامات، الباقي هيضحك عليهم. مش كده التوعيه يا جماعه؟ ناخد بالاسباب. غسيل الايدين مهم جدا جدا، الاخذ بالاسباب في كل حاجه هتوصل للهدف. دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الانسان بقى وعايش، احنا جايين عندنا بروده شديده، لا يتعرض للبرد الشديد. طيب انا في حاجه يا جماعه مهمه جدا، طب انا قادر انا وبيتي ان انا ابتعد عن البرد. طب ما في ناس فقيره جدا قوي قوي، فكرت ان انا اساعدهم؟ فكرت ان اقدم لهم اي مساعده ايا كان شكلها؟ يا عمي انا معايا فلوس اتبرع لهم، عايز اجيب لهم اي غطاء اروح لهم، بس بلاش التصوير. للاسف شفنا تريلات محمله واللي ياخد يتصور. والله هذا العمل لا فائده فيه، لا عمرك هتوصل لقلوب الناس بهذا التصرف، ولن تاخذ عليه من الله اجر ابدا. هو اللي بيدي صدقه يا جماعه بيديه عشان خاطر ايه؟ الشو الاعلامي؟ عشان انه جاب كم بطانيه وكم لحاف؟ عشان راح كم قريه وتصور كم صوره؟ ربنا هيدي لك ده طالما انت عايز كده، هي نيتك انت عايز كده هتاخدها. انما اللي بقى اللي بيدي لربنا، ربنا هيبعد عنك وعن زوجتك وعن اولادك اي مرض، ولما يصاب اي حد مرض ربنا هيسبب لك اللي هيساعدك. يا جماعه الواحد بيلاقي مواقف معينه كده لما بتحصل معاك وتلاقي ده يساعدك او ده يقدم لك خدمه، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى عشان انت كنت ساعي في هذا الامر وبتقدم خدمات، فربنا سبحانه وتعالى بيسر لك. انت بتتعامل مع الناس ازاي؟ ربنا يخلي الناس تتعامل معاك ازاي؟ نفس الشيء. افعل ما يريده الله يعطيك الله ما تريده انت. بلاش بقى كفايه قوي قوي الكبر، كفايه قوي قوي الحقد، كفايه قوي اذى الناس. اي انسان هيأذي حد لازم ربنا يأذيه، واي انسان يتكبر على حد لازم ربنا يجعل من يتكبر عليه. كيفما تكونوا يولى عليكم. احنا في ظل الظروف دي كن سعيدا، بنفرح لما في حاجات تخدم على مصر، بس برضو في حاجات بتحزننا.
يعني لما الاقي مثلا الدول العربيه بطولها بعرضها لما نيجي في تصويت محمد صلاح يعد على اصابع اليد الواحده 6 دول فقط هي التي تصوت لمحمد صلاح. اين الدول العربيه؟ مش عارفين. لو حبينا نتكلم على هذا الامر معنا على الهواء مباشره كابتن وائل الصباغ الحكم الدولي السابق. السلام عليكم يا دكتور. عليك الصلاه والسلام وبركاته. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا كابتن وائل، اخبار حضرتك؟ الحمد لله في نعمه والله الحمد لله. كابتن وائل اكيد حضرتك متابع وشفت ما جرى جائزه ذا بيست العالميه، افضل نجوم العالم في ترتيبهم محمد صلاح رقم 6، شيء جميل بس المحزن اين الدول العربيه؟ خليني بس الاول احيي حضرتك دكتور رمضان واحيي الاستاذ احمد سعد وجميع القائمين على البرنامج. الله يعزك يا كابتن. عودتونا دايما بتتكلموا في مواضيع هادفه ومواضيع مهمه، فانا احب اشكركم على اختياركم للمواضيع بتاعتكم يعني ده اولا يعني. تسلم يا دكتور. لا تسلم يا كابتن حبيبي. ثانيا احنا طبعا انت عارف مصر ام الدنيا، دي مش من فراغ اكيد. فاحنا مش عايزين برضو نعمل زي الناس الثانيه ودايما نتكلم في السلبيات. احنا مصر ام الدنيا ودوت يعني يعني هي مصر ام الدنيا. احنا لازم نستحلل ولازم احنا اللي احنا يعني احنا اكبر دوله عربيه موجوده، فلازم احنا دايما يبقى لينا الدور الريادي ومش عايزين نتكلم في سلبيات والله يعني، لان مش هتغير الامر شيء. احنا نشكر الدول العربيه طبعا اللي صوتت لنجمنا محمد صلاح. تمام. ويعني هو طبعا هو فخر العرب، ما خدش كده من فراغ، هو يعتبر بفضل الله يعني ثاني سنه على التوالي يكون في الجائزه ديت، وان شاء الله يعني كلها سنه او سنتين باذن الله. محمد صلاح ماشي يعني ماشي بخطى ثابته، هو دلوقتي هداف الدوري الانجليزي للسنه الثالثه على التوالي، وان شاء الله يكمل لنهايه الموسم ان شاء الله بعد الهدفين بتوع امس. ان شاء الله باذنك يا رب محمد صلاح هيكمل ان شاء الله، وهو فخر العرب وده يخلينا برضو نتكلم في الايجابيات، ان مصر مليانه مواهب. مصر اللي جابت الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس انور السادات والرئيس عبد الفتاح السيسي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، جابت نجم كبير زي محمد صلاح. ان مصر دايما هي ام الدنيا فعلا مش من فراغ، وانا انا انا عارف وحاسس بكل مصري طبعا زعلان من الدول اللي ما صوتتش للنجم محمد صلاح طبعا، ولكن هنقول ايه؟ هنقول ان مصر هي الام وهي اكبر دوله عربيه، فلازم احنا يعني لازم احنا نستحمل يعني، هنعمل ايه طيب؟ طب كابتن خليني بس اقول الدول التي صوتت لمحمد صلاح وعددها 6: مصر، الاردن، فلسطين، سوريا، تونس، قطر. شكرا لكم. دول غير عربيه: جمهوريه قرغيزيا، نيبال، ناميبيا، اوغندا. فقط قائد كل دوله ممن ذكرت هم اللي صوتوا لمحمد صلاح. مدربين اللي صوتوا لمحمد صلاح 4 عرب وثلاثة غير عرب. العرب أكيد مصر طبعا كابتن حسام البدري، سوريا، لبنان، تونس. الدول الغير عربية: نيبال وسريلانكا وطاجستان. بس شيء محزن يا كابتن برضو لما نلاقي 6 دول عربية بس يصوتوا لمحمد صلاح، وكان بإمكانهم أن محمد صلاح ياخد الأول. أيوه فعلا هو شيء محزن وحاجة تزعل طبعا، بس زي ما بقول لحضرتك مصر هي اكبر دوله عربيه موجوده في المنطقه، ومصر هي الام، ودايما عادتها هي اللي تتعرض يعني هي اللي تستحمل حضرتك. مصر هي اللي لها الرياده على الدول العربيه كلها، وده مش من فراغ، من قديم الازل. حضرتك إحنا عشان شاء ام ابو احنا التاريخ اكيد احنا الفراعنه، فاحنا ما يعني مش عايزين نتكلم عليهم كتير ومش عايزين نخش في السياسه، احنا بنعتبرها يعني رياضه. والله بنشكر الناس اللي صوتوا لنجمنا محمد صلاح، والناس اللي ما صوتوش ان شاء الله هو هيجبر محمد صلاح هيجبرهم غصب عنهم من السنه اللي جايه واللي بعدها، لان المستقبل جاي لمحمد صلاح. خليني يا كابتن يعني اقول المستقبل بتاعه. خليني اقول يا كابتن وائل حضرتك عشان حكم فانت بتتعامل مع خصمين، فروح رياضية من حضرتك هذا الأمر، فأنت برضو إيه يعني بنفس التأثير المهني مأثر مع حضرتك أخلاقيا ورياضيا، أحييك على هذا الأمر.
ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك، ويعني وانا بشكركم ان انتوا بتتكلموا دايما في مواضيع هادفه وانا متابع للبرنامج. شرف لينا شرف لينا يا كابتن والله. الله يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور رمضان. الكابتن وائل الصباغي الحكم الدولي السابق، شكرا لحضرتك. شفت يا جماعه احنا عايزين محمد صلاح في كل مجالاتنا، دكتور مجدي يعقوب في الطب، محمد صلاح رياضيا، عسكريا حدث ولا حرك، امنيا حدث ولا حرك، المخابرات المصريه لها مكانتها مش عربيا عالميا. هيظهر التصنيف ان شاء الله قريبا جيوش العالم. معنا اخر اتصال، استاذ محمود من القاهره. السلام عليكم استاذ محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل يا استاذ محمود. عليكم السلام. الله يبارك في حضرتك. انا كنت في نقطه عايز اتكلم فيها بخصوص الكورونا، زي ما بتكلم يعني عن النظافه او الاجراءات الوقائيه للموضوع دوت. ممكن حضرتك نوضح ان الرياضه شيء اساسي في الموضوع دوت، لان هي بترفع من مستوى المناعه جدا، سواء للكبار او للشباب او للاطفال. يعني ما نخليش مثلا موضوع الكورونا ده مأثر علينا وخوفنا ان احنا ننزل نتحرك، لا، احنا ممكن الكبار الغير قادرين على ممارسه الرياضات العنيفه مثلا او حاجه زي كده ممكن يمارسوا يوميا جزء من المشي، جزء من الجري، وللشباب وللاطفال والاولياء الامور، كل دوت بيرفع من مستوى المناعه وبيجعل الجسم بفضل الله قادر يعني ان هو يقف قصاد المرض او يهاجمه، ما يخلوش يتملك منه بسهوله يعني. بس انا كنت حابب اوضح النقطه دي يعني لحضرتك وللساده المشاهدين. يعني نقطه مهمه جدا جدا، اشكرك على هذه الملاحظه الجميله. يعني الله يبارك فيك، تسلم يا فندم. شكرا لحضرتك. فعلا يا جماعه مساله الرياضه دلوقتي حاليا احنا عندنا الطلبه ممكن يقعدوا في البيت، او الانسان لو في عزل فتره كبيره في البيت. طب قعد البيت يا جماعه، يمكن الزوجه جربت وقعد زوجها في البيت الفتره اللي عدت، والله يجزاها خير اتحملت ومش عايزه تتحمل تاني بقى، خلاص موضوع مش عايزه تجربه تاني، شافت اللي ما شافتهوش في اللم. وفي نفس الوقت الزوج حس ان هو اسير وليه معامله في اسره شديده وصعبه، فلا الزوج عايز يقعد في البيت ولا الزوج عايز زوجها يقعد في البيت. تم عشان ما نوصلش لهذا الامر، اشغلوا نفسكم بالرياضه، حاول كده الزوج يتمشى حتى يطلع سلم وينزل سلم، الزوجه برضو ايه تطول بالها وتحتسب. فتره كورونا يا جماعه اللي عدت المفروض نتعلم منها، نبدا رياضيا كويس، نظافه. مؤسف جدا جدا احنا بنتكلم على كورونا والاجراءات الاحترازيه وتلاقي محافظات دون ذكر اسماء، اعزكم الله القمامه، الزباله في كل مكان. شيء محزن، شيء مؤسف، شيء صعب انك تلاقي المواصفات بهذا الامر. لابد حتى كن سعيدا خذ بالاسباب، من الاسباب النظافه، الرياضه، نظافه القلوب من جوه كمان، نظافه التعامل مع الناس، حسن الاخلاق، اكيد ده كل ده هتجعلك سعيد. كن سعيدا، هذا عنواننا. اسال الله سبحانه وتعالى في ختام حلقتنا أن يرزقكم جميعا ما يسعدكم وأن يصرف عنكم ما يحزنكم. أسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يحفظ مصر وشعبها، وأن يحفظ مصر وجيشها، وأن يحفظ مصر وأمنها، وأن يحفظ مصر ومن أحبها. إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القادة في كل مجال.